وبنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل بقى الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. في النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية هتكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة مطروح على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت بيان بحالة الطقس لمدة أسبوع كامل، وعرفنا ان الجو هيبرد شويه اليومين اللي جايين، صحيح الكلام ده؟ وطمنينا بقول لنا التفاصيل. هو طبعا بالفعل ان هيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره في معظم انحاء الجمهوريه، وده هيكون من بكره ان شاء الله الاربعاء، لان احنا خلال الايام الماضيه يمكن حتى اليوم في استقرار في الاحوال الجويه بشكل صحيح. كبير في معظم محافظات الجمهوريه، في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس، فاحنا حاسين ان قيم درجات الحراره مرتفعه، وهي بالفعل طبعا قيم درجات الحراره مرتفعه اعلى من المعدلات الطبيعيه درجه او درجتين، بتوصل كمان لاكثر من درجتين، يعني بتوصل لثلاث واربع درجات. احنا بالامس مسجلين عظمى على القاهره الكبرى 23 درجه مئويه، اليوم متوقع ما بين 21 و22 درجه مئويه، والاجواء دافيه تماما خلال فتره النهار، يعني في المناطق الشماليه السواحل الشماليه والوجه البحري والقاهره الكبرى وشمال الصعيد. كمان المناطق الجنوبية قيم درجات الحرارة فيها مرتفعة بشكل كبير ما بين 28 و29 درجة مئوية فترة النهار، فأجواءها أكثر حرارة، يعني أجواء جنوب الصعيد وجنوب سيناء بتبقى مائلة للحرارة فترة النهار، وخاصة كمان في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي. لكن العكس بالليل بقى الجو حاجة تانية خالص. بالفعل فترات الليل بيحصل انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة، صغرى فترة الليل على بعض الأماكن بتوصل لأقل من 5 درجات، زي بعض المناطق من محافظات الوادي الجديد أو بعض المناطق من وسط سيناء، أجواء شديدة البرودة في أغلب محافظات الجمهورية، خاصة المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير زي شمال الصعيد وسط سيناء، ممكن توصل لحد الصقيع، يعني قيم درجات الحرارة منخفضة، والصقيع يتكون على المزروعات الموجودة في وسط سيناء أو محافظة الوادي الجديد نتيجة انخفاض قيم درجات الحرارة الصغرى لأقل من 5 درجات. الشبورة المائية كمان كانت موجودة معنا اليوم بشكل كبير على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت انخفاض في الرؤية الأفقية، لكن هي سرعان ما هتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني ساعة بالكثير الشبورة المائية تبدأ تختفي، الرؤية الأفقية تبدأ تتحسن على أغلب الطرق. كمان بس ننوه النهارده ان في نشاط رياح مثير للرمال والاتربه على بعض الاماكن من محافظه مطروح، سرعات رياح تتجاوز ال 40 كيلو متر على الساعه، فلازم بس سكان محافظه مطروح ياخدوا بالهم من الاتربه والرمال المساره. من بكره ان شاء الله الاربع وعلى مدار الايام اللي جايه يمكن لحد منتصف الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هيكون في تاثيرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده هيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه، السحب دي هتحجب جزء من اشعه الشمس على مدار اليوم. كمان هنتاثر بالكتل الهوائيه الشماليه القادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، الكتل دي منخفضه في قيم درجات حرارتها، فبالتالي هنعود للاجواء الشتويه المعتاده، انخفاض في قيم درجات الحراره بمعدل 3 الى 4 درجات، بعض الاماكن ممكن توصل لخمس درجات، لان متوقع عظمى على القاهره الكبرى الايام اللي جايه ما بين 18 و19 درجه مئويه فتره النهار. هيكون كمان في نشاط رياح يخلينا نحس بقيم درجات حراره اقل كمان؟ يعني احنا هنحس طبعا هنحس ب 18 دي لو تكون 16 درجه مئويه او اقل بسبب نشاط الرياح اللي هيكون موجود معانا خلال الايام اللي جايه ان شاء الله. الصقيع هيبقى موجود بشكل كبير زي ما قلنا في فترات الليل على المزروعات الموجوده في شمال الصعيد وسط سيناء، المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير. الامطار هتبقى موجوده معانا كمان ان شاء الله الاربعاء والخميس على المناطق الساحليه وقد تصل للمناطق الداخليه، فعشان كده احنا بنقول الاجواء الشتويه تبقى موجوده معانا خلال الايام دي. موجوده مكتمله يا دكتوره منار، يعني في نشاط للرياح وفي انخفاض في درجات الحراره وفي امطار،
يعني بالفعل كل حاجه موجوده. الناس اللي كانت بتسال على فصل الشتاء اهو جه الاجواء الشتويه هتبقى موجوده معانا بشكل كبير، فعشان كده احنا بناكد على الملابس الشتويه الثقيله فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، مهم جدا في الاوقات دي لو احنا بنخرج فيها يبقى ملابس شتويه ثقيله المتابعه الجيده للنشرات الجويه عشان نعرف فين اماكن سقوط الامطار، كميه الامطار على كل محافظه هتكون ايه، ده مهم جدا، وان شاء الله دايما السلامه للجميع في اي وقت. ونشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا طبعا لحضرتك. ودلوقتي تعالوا مع بعض نتابع بقى درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12، والعاصمة الإدارية 21-11، الإسكندرية 21-12، والعلمين الجديدة 21-11، مطروح 20-11، ودمياط 21-13، بورسعيد 21-13، والإسماعيلية 22-12. في السويس درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10، والعريش 27-10، كاترين 18-2، وطابة 13-12، في حلايب 27-19، وفي شلاتين 28-20، شرم الشيخ 29-16، والغردقة 28-15، في الفيوم العظمى 22 والصغرى 11، وفي بني سويف 23-8، أما في الوادي الجديد 24-6، وفي أسيوط 23-8، سوهاج 25-9، وإنا 28-11، الأقصر 27-10، وأسوان 29-15. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة تانية لشاذلي ومنة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا.